بتعرفي تعملي اكل ايه يا شيف دمياط؟ لا انا ما بعرفش اعمل اكل، اصل الحاجات دي كلها تافهه. انا بعرف اعمل اندومي. وما انت ليه قلت لنا يا شيف دمياط ان انت شيف وبتعرفي تعملي اكل؟ هو مش اي حد يعمل شاي، مش اي حد نفسه حلو زي الشاي ده، ليه مزاج. طريقه عمل الشاي طبعا يا دكتور، هنجرب نشرب كوبايه شاي منك يا شيف دمياط بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله تنوروني. طيب ايه اي حاجه تعمليها غير الاندومي يا شيف دمياط؟ لا انا ما بعملش حاجه، بحب اخترع الشاي. اصل في شاي عادي وشاي بفتله والشاي سكر زياده وشاي سكر مر، انا بحب بقى اخترع الحاجات دي. طب طريقه عمل الفراخ يا شيف دمياط؟ لا انا طب الرز يا شيف دمياط؟ الرز لا برضه ماليش في الكلام. المكرونه يا شيف دمياط؟ لا لا ماليش في الحاجات دي انا. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. ما هو ان شاء الله يعني مش هتعلم برضه، لان انا اصلا تخصص في الشيخ. اقول ايه كده يا جماعه؟ يا جماعه جمهورنا العزيز وموجه للستات بشكل خاص، سواء بنت لسه بتدرس او بعد ما اتخرجت، تمام؟ لازم تتعلم طريقه عمايل الاكل. كل الاكل ده انا مش هقول لك بقى يا شيف دميانه معلش. ولا الرجاله لازمتها ايه؟ كل الاكل ده يا دميانه ما تعرفيش تعمليه؟ الرجاله لازمتها ايه؟ طريقه عمل انا اقف اعمل شاي وبتاع. انا 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 يا شيف دميانه او يا شيف دميانه سابقا، انا بعرف اعمل اكل الرز يا دميانه، تمام؟ اجيب الحله واحط في شويه زيت يستوي جامد، وبعد ما احط شويه زيت يستوي جامد احط الرز، كبس عليه شويه ميه تغطيه، اسيبه لغايه ما يشرب الميه خالص وعلى نار هاديه، بعد كده الاقي الرز استوى. يخرب عقلك يا راجل، مفيش اجمل من كده يا راجل. هوبا يا نهار ابيض، حلوه حلوه حلوه. انا اتحداك في الشاي. المكرونه يا شيف دميانه اسخن الميه على الاخر، بعد ما اسخن الميه على الاخر تمام اقوم حاطط فيها المكرونه بعد ما تسخن على الاخر، تمام؟ وبعد كده الاقي المكرونه استوت اصفيها من الميه، بعد ما اصفيها من الميه اكون جايب الطماطم حاططها في الخلاط، اقوم حاطط الطماطم كبسها على المكرونه تتعمل المكرونه. شيف دمياط يا دمياط يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟